افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مؤتمر ومعرض المنام الصحي بمشاركة واسعة من القطاع الطبي في مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة والعديد من دول العالم. ويأتي هذا الحدث تجسيدا لعمق العلاقة المتينة والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي شهدت على الدوام تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في ظل اهتمام ورعاية جلالة الملك المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رجال القطاع الطبي يواصل الازدهار والتطور والنمو في مختلف فصوله بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الشقيقة. انطلق مؤتمر ومعرض المنام الصحي وسط مشاركة واسعة من أفضل الخبراء في القطاع الطبي من مختلف دول العالم. حقيقة هذا المعرض معرض يعني حقيقة فريد من نوعه في البحرين، لأول مرة يكون بهالحجم. عندنا معرض بعدين في يعرض فيه كل المنتجين والمقدمين الخدمة وكل يعني عرض يعني كل أشياء المميزة عنده. والحقيقة نشوف في تطور كبير يعني في البحرين خصوصا في المنطقة العربية خصوصا في جمهورية مصر العربية في القدرة على الاكتفاء الذاتي من إنتاج المواد الطبية من أدوية وأجهزة وغيرها، وهذا الحقيقة شيء ضمان لي يعني للمجموعة العربية أنه والله دائما عندنا شيء إنتاج محلي. والحقيقة بعد نشوف أن يعني مستشفيات البحرين الخاصة الحقيقة ابتدت تشتغل وتكبر نمو أكبر، إن شاء الله هي متحفزة لنظام الضمان الصحي. طبعا هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بشراكة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لأول حدث يحتوي على 130 متحدث و90 عارض و19 ورشة عمل في جميع المجالات في طب الأسنان وعلوم المختبر والطب التجديدي والخلايا الجذعية والجراحات والطب الرياضي والصيدلة والأجزاء الطبية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات خاصة حول التأمين الصحي. شايفين تنظيم جيد جدا، شايفين رؤية واضحة جدا تماما لتطوير المجال الطبي، وإن شاء الله بنحاول نبقى جزء من المنظومة دي إن شاء الله بإذن الله. عندنا مصانعنا في مصر بننتج بعض المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية وخاصة بنقل الدم وجمع عينات الدم، وإن شاء الله بنعرضها وبنحاول ندخلها سوق البحرين إن شاء الله بإذن الله. وسيهدف هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى إلى تبادل الخبرات في مجال الطب والإطلاع على التجارب والتقدم الذي يشهده القطاع الصحي والطبي في البلدين الشقيقين، نظرا لما يحمله البلدين من رؤى ومواقف وعلاقات وثيقة متنامية. طبعا إقامة هذا المؤتمر بهذه الفعالية وبهذا الدرجة من التنظيم أبهر الجميع، وإن شاء الله يوصل إلى النتائج المرجوة من هذا المؤتمر، واللي هي التعاون الدولي مع كل الدول في تطوير الخدمات الطبية والصحية في مملكة البحرين، ويساعدنا إن شاء الله بنقل حضارية إلى مستقبل أفضل على مستوى المملكة. سعيدين إن يعني صار في استقطاب إلى مؤسسات عالمية ومن جمهورية مصر العربية من الهند ومن السعودية ومؤسسات ثانية، لأن هذا احنا نريده، وسعيدين لأن المشاركة كبيرة جدا اليوم. يعني تأتي أهمية هذا المؤتمر أنه بيتصل بقطاع خدمي شديد الأهمية، بيعود بالقيمة المضافة على المواطن، وبيترجم هذا في شراكة حقيقية ما بين القطاع الطبي في مصر سواء كقطاع فني أو كقطاع مادي ونظيره في مملكة البحرين. وسيشتمل مؤتمر ومعرض المنام الصحي على مدار أيامه على محاضرات عدة تركز على الطب الرياضي والباطني بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية، كما سيسلط الضوء في هذا الحدث على المنجزات التي تحققت بين البلدين الشقيقين طوال الفترة الماضية التي ستترك الأثر الإيجابي في نفوس المشاركين من قبل المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة من البلدين الشقيقين، علاوة على الشركات في القطاع الطبي. رؤية واضحة المعالم في رسم خطط تطويرية للقطاع الطبي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونظرة ثاقبة للتأكيد على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة لتترجم في انطلاق مؤتمر ومعرض المنام الصحي لفتح آفاق أوسع من التعاون. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.